وأنا سعيد لأنني احتضت هذا الندوة. نقاش كان مفيد جدا مع طلبة معهد الصحافة والاتصال، وكان الموضوع هو كأس العالم، تأهيل المنتخب الوطني. أعتقد بأنه النقاش كان مفتوح وكان مهم، وكان فيه وجهات نظر مختلفة، وحاولنا أننا نتفاعلوا في إطار نقاش حول المنتخب الوطني وحول كأس العالم وحول مجموعة المواضيع التي تهم كرة القدم الوطني والرياضة بصفة عامة. رسالتي للطالب أن يتسلح بالعلم، أن يحاول هو الطالب أن يدخل الميدان ديال الممارسة، لأن هذا فيه تكوين، لأنه صحفي هو رجل ميدان وليس رجل مكتب، لأنه رجل سيشتغل بالميدان، سيشتغل على أرض الواقع، سيشتغل على مواضيع وعلى ملفات وعلى قضايا، وطالبه بأن لا يقتصر على التعليم والتحصيل الأكاديمي، بل يجب عليه أن نستفيد من العمل الميداني، لأن هذا سيكون مهما جدا في مصاري المهنية.